مقبرة جماعية داخل مستشفى ودعوة لمحاكمة دولية. الاحتلال يستعد للمرحلة الثالثة من الحرب رغم الانهيار، ومظاهرات لوقف الحرب على غزة من قلب تل أبيب. مرارة الحرب تصيب اقتصاد دولة الاحتلال الإسرائيلي بقوة، بعدما تقدمت وزارة المالية الإسرائيلية بمقترح لإغلاق 10 وزارات لتغطية عجز الموازنة الذي ضرب البلاد نتيجة الحرب المستمرة على غزة لمدة 3 أشهر. إغلاق الوزارات 10 لن يكون الإجراء الوحيد لمواجهة عجز الموازنة، فطبقاً للصحافة الإسرائيلية ستقوم الحكومة بزيادة الضرائب على الإسرائيليين وخفض أموال تغطية المطالب السياسية بقيمة 1.4 مليار دولار وإلغاء دعم أسعار الغاز الطبيعي. ورغم الخسائر الاقتصادية الفادحة وارتفاع أعداد القتلى في صفوفه، يستعد جيش الاحتلال لدخول المرحلة الثالثة من الحرب على قطاع غزة. وطبقاً لمتحدث قوات الدفاع الإسرائيلي، فإن هذه المرحلة تشمل توسيع العمليات لتشمل أجزاء أخرى من جنوب غزة. على الجانب الآخر، فإن الوضع في قطاع غزة يزداد مأساوية، إذ أعلن متحدث الصحة الفلسطينية الدكتور أشرف القدرة اضطرارهم لعمل مقبرة جماعية بمستشفى الأقصى نتيجة ارتفاع عدد الشهداء وفشل طواقم الإسعاف في الوصول إلى المناطق المستهدفة بسبب حصار الاحتلال الإسرائيلي. تعددت الأسباب والهدف واحد، فقد شهدت عواصم العديد من الدول مظاهرات حاشدة للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة وإنهاء الحرب على القطاع، حتى أن تلك المطالبات وصلت إلى الداخل الإسرائيلي ومن قلب تل أبيب. المتظاهرون في إسرائيل لم تعد مطالبهم تتعلق بالسعي لتخليص الأسرى والرهائن، لكن المطالب أصبحت تتعلق بوقف إطلاق النار بشكل واضح والدخول في مفاوضات لإطلاق سراح جميع الأسرى ومحاسبة المسؤولين السياسيين والعسكريين الذين أخفقوا في منع وقوع هذه الأحداث. وسط كل هذه الأحداث، أطلق المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في السكن دعوة لإنشاء وتخصيص محكمة دولية للنظر في القضايا المتعلقة بالحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة.